بالنسبه للناس اللي ما دارتش السيستم غدخلنا يا غتقلب غدخلنا قالت لك اللي بغى الفلوس نكتب عارضه كتب عارضه اللي بغى الفلوس ولا اللي بغى الديور هذا الشيء اللي كان وحنا دابا قال لك ما كاينش اللي غيجيدوي معاكم ما كاينش اللي غيجي يهضر معاكم ولكن حنا بحاليا كنتسب التهديد حنا ساعات فايقين اللي قالنا شي حاجه كنثقوا به حاليا ما عندنا ما غنديروا حنا دابا اللي قالنا شي حاجه كنثقوا به حاليا الرئيس حنا اللي قالنا شي حاجه حنا معاهم وثايقين فيهم تمشيو عندهم تيقول لنا ما طالعينش في السيستم حنا تقريبا الدرب ديالنا كله ما طالعش في السيستم تقريبا 40 دار كل حتى شي وحده ما طالعه في السيستم كثر حنا قلت تقريبا انا قلت تقريبا انا حنا قلنا تنقولوا تقريبا ما حددناش بالضبط المهم تقريبا الدرب كامل راه ما مقيدش في السيستم وهادو راه ولاد الدرب ابا عن جد يعني راه ماشي شي وحدين اللي جاوا سكنوا اما اللي جاوا سكنوا راه استافدوا اما مثلا هادي راه ولادها راه كلهم هنايا عندو 80 عام انا 64 عام هادو كاع مالي الدرب نقول لك واحد بواحد انا وعايش المالك وما يمكنش دابا حنا دابا بغينا نعرفوا المشكله ديال هاد السيستم كيفاش السيستم ما فهمتش حنا مقيدين في الاحصاء وعايش مقيدين في الاحصاء ديال 89 حنايا تنحملوا هاد المسؤوليه لهذوك الناس اللي باغين يجيو يحولونا تنحملوهم المسؤوليه حيت هادي المشكله ديالهم ماشي مشكله ديالنا حنا 60 عام وحنا ساكنين ودابا قال لك ما طالعينش في السيستم والدار اللي مصيبين فيها لاكارت قال لك راه تسدت الاغلاق وفين غنمشي اخويا غنقول لي راجلي 60 عام في عمره دابا 75 عام غنقول لي فين غنمشي ها ناديه فين غنمشيو ما طالعش في السيستم وفين غنتشردوا فين غيلحونا يلا قول تلاحوا هادشي اللي بغاو والله ياخذ فيهم الحق الله ياخذ فيهم الحق كاينين الناس اللي والدين والديهم هنايا 140 عام 120 عام ماتوا ولا والي وكاين اللي شفيعه باقا الله يطول عمره ونقول لك انا كاع الجيران انا عارفهم هنايا حنا اللي بقينا حنا وقال لك ما طالعينش في السيستم ما عندي فين نمشي والديا ميتين انا عايشه كنخرج مع الدلار تمشي قال على رجليا تبعد خطر ما تلقاش باش ركب لا الطوبيس حتى في شي حاجه ودابا فين غنمشي بزاف عليا تي باش غنخلص ما عنديش باش نخلص اقسم بالله العظيم الا بقاو فهاد المشكله اللي طايحين فيه حنا بقاو اولاد البلاد السكان الاصليين القادمين راه الناس اللي اقسم بالله العظيم تنقول لك انا على كارت ديالي على كارت راه بقاو راه الناس اللي بقاو هنا غير الناس اللي عندهم اكثر من 100 عام صاحبي الناس راه مشاو دابا الناس كانت عندها 6 شهور هنا في البلاد عام عامين كاين اللي دابا كاين اللي دابا هذا ضرب هنايا في الدرب هذا 10 سنين شوف هذا الدرب هذا ضرب 10 سنين تيقول الدرب نو ماشي ولد الدرب راه غنبقوا عليهم داروا لهم هكا بقعه طايره انتم عارفين ايوا وخذ انت وخلي الاخر ليهم راه بقاو على الناس اللي ولاد الدرب اللي عاشوا هنايا 100 عام 120 عام حتى 130 عام هما اللي بقاو راه الناس مشات اللي جات البارح ومشات دات الديور وحنا اللي ولاد الدرب اللي حنا هنا كاينين بشي ب 4 دراهم راه الناس كاريه هنا ب 4 دراهم 2 دراهم دارنا حنا راه ب 4 دراهم